3 بوان مهمين، ما يظهر لي مازال ما تلعب حتى شيء. صحيح هذا ماتش من 4 هزينا 3 بوان تاعنا الحمد لله يا ربي. ماتش كان صعيب برشا، خممنا فيه ودخلنا تريسيريه معناتها هكا اللي خلانا بريمير ميتون بيرتربي شوي. الحمد لله جات الحمرة نتاعهم وخلطت الحمرة نتاعنا، وبعد زاد خرج الديفونسور نتاعهم هكا اللي سهل لنا الكرة. مع البونتو الاولاني دخلنا رابحين الحمد لله، بعدين تحلت اللعبة وكشفت كملنا ونشينا بديبيت اخرين الحمد لله يا ربي. توا هذا ماتش سكرناه نخمو في ماتش نهار السبت ان شاء الله لاباس. وكا عماد مرة أخرى حاسم، كل ما كان في الميدان كان ديما بيتور ولا يحاول أصحابه ماكسيموم؟ الحمد لله كما حكينا واحد يخدم على روحه وقت الاستحقات وجمعيته الحمد لله أنا موجود الحمد لله يا ربي. مازال ما تلعب حتى شيء، مازال ترو ماتش ونكون إن شاء الله لاباس. وكا منتو في برشا صنع. صحيح كروشيت بالديفونسير وبقيت نستنى باش تحل لونغ لوبوزي، مشات فيها برشا ريسيت وتوفيق من عند ربي الحمد لله يا رب. حبيت تعاود كيف كيف جات كرة أخرى كيما البونتو الأولاني ما مشاتش في ذلك عكست الكرة. صحيح عملت كنترول جست وقت اللي عملت كنترول ومن بعدها لابوي ما لقيتش التوازن نتاعي، أما الحمد لله خلطت صابر بزوز بونتو أخرين محلاهم برشا إن شاء الله ديما كاكا وكا.